مساء الخير. مساء الورد والعافية حياك الله. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. على حضرتك عمر من قيارة، عقيل عرفان من قيارة. حياكم أهلا ومرحبا. صار لكم مش قد هنا أنا بربيل ساكنين لو زيارة جاي؟ لا والله زيارة تونا جينا قبل شوية. أيوة قبل شوية. إيه ربع ساعة نص ساعة. كم يوم تبقون بربيل؟ والله هسة إن شاء الله نتعشى ونروح، ما أربيل قريب علينا. ما تبع الساعة يعني. أيوة. على قد العشاء تجون؟ أيوة والله نتعشى. سياحة سياحة. اليوم جمعة همينة تونس. زين أكثر شيء اللي لفت انتباهك بربيل أو أكثر شيء والله أربيل فيها مميز شنو هي؟ والله أربيل حلوة وناسها طيبين، خوش ناس. خوش ناس. تعامل زين. انت شو تقول؟ والله نفس كلامه، حلو يعني اجواء حلوه، ويعني اليوم جمعه وباكر سبت ان شاء الله وعطله، والناس متونسه وطالعه متونسين الحمد لله. خوش الحمد لله. خوش اجواء. والله زين. رايحين للمصايف؟ والله رايحين هالمصيف مال شغلاوه دهوك. اكثر مصيف عجبك بربيل؟ بخال، قلي علي بيك، راوندوز، جبل كوره. قلي علي بيك همين رايحين عليه، وفوق كويسنجر صاير. اي يا هي اكثر شيء عجبك؟ انا رايح على دهوك. والله رايح على شيرانه ومصيف سولاف. مصايف اربيل ما رايح لها والله. زين انت شو تقول للسواح اللي يجون لاربيل؟ شو تقول لهم؟ روحوا على اربيل على فلان شيء كلش. والله على شيء يقولون بيخال، بس انا مو رايح حد الان والله، بس يقولون والله انا ما رايح.